بدي أقوله تحديداً للإخوان بحزب الله إنه الصلبطة معنا ما بتجيب نتيجة. بالتالي في رأي آخر داخل الطائفة الشيعية بدهم يتقبلوا وجود هذا الرأي الآخر. أنا اسمي أحمد كامل أحمد الأسعد. أنا متجذر بهالأرض، هيدي أرضي. أنا من الجنوب، أنا من بعلبك، أنا من الهرمل، أنا من الضاحية، من كل شبر من الأراضي اللبنانية، وبدي أتجول على كل متر هو تابع لبلدي لبنان. وما خلق يلي بده يمنعني. فافهموا يا إخوان إنه مهما عملتوا التهويل ما بيجيب معنا نتيجة. نحنا طمنكن، نحنا مستمرين للآخر. إلى الأمام. وبدارك وكلنا حبايبك وكلنا إليك. تسلم يا حبيبي. قويها حطيت بقلب العدا 100,000 رصاصة. خليك وعلي هذا بيتك وارضك هون. انا بعرف هالشي، هذا بيتي. يعني نحن عم نشهد مسلسل، ويا ريته مسلسل حلو، مسلسل بايخ من هالتعديات علينا. وبرجع بقول لهم للي عم بيعملوا هالمسلسل البايخ انه اوعى تفكروا انه هذا بيوصل لنتيجه. ما بيوصل لنتيجه. أنا مواطن لبناني متجذر بهالأرض الطيبة، إلي حق اتجول على كل شبر من هالأرض الطيبة. من ناحية تانية منسمع اليوم شخص تابع للإخوان بحزب الله عم بيقول إنه هو ضد هالشي هذا اللي صار فينا امبارح بالطيبة. يا إخوان كفينا كذب ونفاق. إذا فعلا هن ضد هالشي، ما الأشخاص اللي عم يقوموا بهالأعمال الشنيعة هاي معروفين، يتفضلوا بقى ويسلموهم للدولة اللبنانية. حكي على الفاضي ما عش بدنا، بدنا فعل. الإسلام هو أخلاق، هو صدق. مش كل واحد اليوم بيدعي إنه هو مسلم فعلا هو حقيقة مسلم.